من عرفة تعلن خطوبتها رسميا بعد انفصالها عن علي الغزلان وخطوبته على ملكة جمال مصر، وهكذا أعلنت الخطوبة. أثارت الفنانة المصرية من عرفة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خبر خطوبتها الذي تزامن مع إعلان حبيبها السابق اليوتيوبر علي الغزلان خطوبته منذ يوم من ملكة جمال مصر فرح شعبان. وشاركت منا عرفة جمهورها المناسبة السعيدة من خلال صورة كرتونية تعبر عن المناسبة، وعلقت عليها: تمت خطبتي باللغة الإنجليزية دون الكشف عن هوية خطيبها أو أي تفاصيل أخرى. واللافت أن منا عرفة قامت بإغلاق خاصية التعليقات على الصورة التي نشرتها عبر حسابها، في حين اعتبر الجمهور إعلان الفنانة المصرية بمثابة رد قوي على إعلان زواج حبيبها السابق وصفعة قوية له. وكان علي الغزلان قد أعلن خطوبته السبت الماضي من ملكة جمال مصر لعام 2017 والتي تدعى فرح شعبان، وشارك جمهوره عدة صور من جلسة تصوير خضع لها برفقتها معلقا: أنا كنت فاكر نفسي لحد قبل معرفك ان ناجح او الناس شايفة ده، بس اكتشفت ان النجاح الحقيقي هو انك تلاقي نفسك، النجاح الحقيقي انك تلاقي اللي يشاركك نجاحك بصدق ومن قلبه، ويبقى عايز لك الخير اكتر ما انت عايزه لنفسك. واضاف: النجاح ان خطوتك تسبقها خطوات حد بيحبك وقرر يكمل عمره كله مصاحب ظلك. النجاح اني كل يوم اصحى اول حاجة تيجي على بالي هي انتي، واحس اني ما حققتش اي حاجة غيرك، ولو ليا في الشعر كنت كتبت لك قصيدة، ولو بعرف ارسم والله كنت عملت منك تحفة فنية، لكن انا غلبان وعلى جدي، او يمكن بقيت يدوب على جدك، بحبك. وكانت الفنانة منا عرفة قد احدثت ضجة بعلاقتها مع علي الغزلان، حيث ظهرت ببرنامج المقالب رامز مجنون رسمية. وعندما سألها رامز جلال عن حالتها الاجتماعية، اجابت الفنانة المصرية عزباء، الامر الذي دفع اليوتيوبر علي غزلان وقتها للتعليق على تصريح الفنانة منا عرفة، ونشر عبر صفحته الخاصة على انستغرام صورة تجمعه بمنا عرفة، وعلق عليها قائلا: عزباء ده انا حتى بضحك، في اشارة الى ان هناك علاقة تجمعهما قبل ان تنتهي ويذهب كل واحد في اتجاهه.